ارتفاع أعداد الشهداء جراء الغارات الإسرائيلية الليلية على محافظة وسط قطاع غزة، وارتفعت الحصيلة إلى 29 شهيدا جراء استمرار للقصف الجوي على مخيم النصيرات وعلى مدينة دير البلح، حيث كانت أعنف الغارات الإسرائيلية عندما قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية منزلا لعائلة حسان في المخيم الجديد في النصيرات وسط القطاع، ما أسفر عن استشهاد 27 شهيدا وإصابة عدد آخر بجراح مختلفة، فضلا عن وجود عدد كبير من المفقودين تحت أنقاض هذا المنزل الذي دمر بشكل كامل، فضلا أيضا عن تدمير منازل مجاورة لهذا المنزل، وسقط أيضا عدد كبير من الشهداء من تلك المنازل المحيطة، وتدمير البنى التحتية وأيضا شبكات الكهرباء والمياه ومياه الصرف الصحي. فالأمور في المخيم الجديد في النصيرات كأن المنطقة أصابها زلزال جراء الغارة الإسرائيلية العنيفة التي وقعت في تمام الساعة الواحدة من فجر اليوم. أيضا جل الشهداء من الأطفال والنساء وكبار السن ومن بينهم جنين. أيضا كانت هناك أيضا غارة إسرائيلية استهدفت غرب مدينة دير البلح، استهدفت مدير المباحث في الشرطة في وسط قطاع غزة ومرافقه، ما أسفر عن استشهادهما على الفور وتم نقلهما إلى مستشفى شهداء الأقصى، وبالتالي تكون الحصيلة حصيلة الشهداء في وسط القطاع 29 شهيدا وإصابة العشرات بجراح مختلفة، فضلا عن وجود عدد من المفقودين تحت أنقاض المنزل لعائلة حسان الذي تم استهدافه. ما طبيعة فجر الإصابة اليوم؟ أيضا القصف المدفعي، نعم حسين، تراوحت الإصابات ما بين الطفيفة إلى المتوسطة إلى الخطيرة والخطيرة جدا، لكن هنا في مستشفى شهداء الأقصى يحاولون إنقاذ حياة الحالات الحرجة من خلال ما توفر لديهم من معدات ومن أدوية ومن مستهلكات طبية ومن أطقم متوفرة لديهم، لكن الأوضاع خطيرة جدا وصعبة داخل مستشفى شهداء الأقصى، كون هذا المستشفى هو الوحيد الذي يعمل في وسط القطاع وهو يعني يتسع لعشرات الأسرة، ولكن هو مكتظ بالمرضى والجرحى وبالنازحين المرضى أيضا نتيجة الأوضاع التي يعيشها سكان وسط القطاع وتكدس النازحين الذي وصل إلى 1,100,000 نازح ونازحة في وسط قطاع غزة في ظل انعدام لأبسط مقومات الحياة. أيضا في جنوب قطاع غزة واستمرار للعملية العسكرية في مدينة رفح، هناك أيضا سقط عدد من الشهداء والجرحى جراء استمرار القصف الجوي والمدفعي على أحياء سكنية شرق مدينة رفح، وهذه الأحياء التي تعرضت للقصف حي الجنينة، حي السلام، حي البرازيل، منطقة الشوكة، حي التنور، وأيضا مناطق أخرى في وسط في شرق ووسط وغرب مدينة دير البلح، تتعرض هذه المناطق للغارات والجو من الجو ومن القصف المدفعي، وسقط عدد من الشهداء، ما وصل إلى مستشفى الكويت التخصصي خلال الساعات 24 الماضية 5 شهداء، فضلا عن وجود عدد آخر في المناطق الشرقية التي يمنع الجيش الإسرائيلي الدخول لسيارات الإسعاف والدفاع المدني إلى تلك المناطق. في مرات سابقة أطلق النار على هذه السيارات الدفاع المدني والإسعاف عندما حاولت الدخول إلى حي البرازيل، عندما تم استهداف منزل لأحد المواطنين في تلك المنطقة، لكن عادت سيارات الإسعاف ولم تخلي أي من الإصابات جراء إطلاق الطائرات من نوع كواد كابتر النار عليها، وبالتالي الوضع في المنطقة الشرقية من مدينة رفح صعب وصعب جدا لعدم وإمكانية وصول أي من سيارات الإسعاف والدفاع المدني إلى تلك المناطق لانتشال الشهداء أو إجلاء المصابين. هناك أيضا طائرات كواد كابتر تطلق النار على كل من يتحرك في المناطق الشرقية من مدينة رفح. هناك أيضا التقدم لآليات الجيش الإسرائيلي ما زال مستمرا في المنطقة الجنوبية الشرقية من مدينة رفح، منطقة
منطقة شارع جورج ومنطقة المنطقة الشرقية المقبرة الشرقية، هناك يتمركز الجيش الإسرائيلي وتجري اشتباكات بين الفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي. كتائب القسام قبل قليل تبنت أيضا قصف معبر رفح الحدودي الذي يتواجد والذي يسيطر عليه الجيش الإسرائيلي بعدد من قذائف الهاون. أيضا تبنت عدة استهدافات لآليات الجيش الإسرائيلي سواء في المحور الجنوب الشرقي من مدينة رفح أو المنطقة الشرقية في بلدة الشوكة، هناك أيضا تجرى أو تدور عمليات اشتباكات بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية. الأمور صعبة وصعبة جدا في تلك المناطق. أيضا هناك استمرار لإغلاق معبري كرم أبو سالم ومعبر رفح الحدودي. أيضا موجة النزوح ما زالت مستمرة من رفح باتجاه مواصي خان يونس وباتجاه وسط قطاع غزة، وهناك أيضا في أوضاع قاسية وصعبة جدا ونتيجة لانعدام أبسط مقومات الحياة. حسين، لا توجد بنى تحتية ولا مياه ولا غذاء، الناس يعني يجلسون على الرمل وأيضا دون في ظل الأجواء الحارة في قطاع غزة، يعني دون أي خيام دون أي مقومات حياة، الوضع صعب جدا. في مدينة خان يونس أيضا هناك ظروف، هناك استمرار للغارات والقصف المدفعي للمناطق الشرقية سواء عبسان الكبيرة أو بلدة خزاعة أو الفرحين أو معا أو مناطق الشرقية، هذه تتعرض للغارات وللقصف المدفعي. خلال الساعات الماضية كان هناك قرابة 10 شهداء جراء القصف المتواصل على المناطق الشرقية، ووصلت جثامين الشهداء إلى مستشفى غزة الأوروبي في المنطقة الشرقية من مدينة خان يونس.